معي عبر الهاتف من عمان دكتور وليد السرحان، أخصائي في الطب النفسي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور وليد. لديكم هل ازدادت حالات التعب النفسي بعد كل هذه التقنيات وسائل التواصل الاجتماعي اللي مرتبطة ارتباطا طبعا قويا بموضوع السيلفي والصور؟ نعم بالتأكيد زادت، يعني أصبحنا نحن نسمي الآن ما يسمى سايبر سايكاتري، بمعنى طب نفسي أهل وسائل التخاطب الاجتماعي، فزادت مشاكل كثيرة، زادت مشاكل الشك بالزوجات، زادت مشاكل المظهر والشكل والصور، زادت مشاكل الشكل بالتحديد دكتور وليد في حالات نتحدث عنها هنا، بأنه صار التعب النفسي أكبر بما أنه بصير دائما المقارنة، يعني مش بس نظر لصورته الشخص، بس المقارنة بصور تانية عم بيشوفها، وخاصة ممكن ثلاث أرباع تكون فوتوشوب. يعني في إحدى الفتيات في عمرها 20 عام تقريبا باليوم تلتقط لنفسها ما بين 100 إلى 200 صورة سيلفي، وتقضي وقتها كله وهي تقارن هذه الصور ببعضها وتقارنها بصور ممثلات ومشاهير من العالم وتخرج من التعب. يعني مثل هؤلاء الأشخاص سابقا كانوا ينظروا للمرأة، ولكن صورة المرأة لا تستطيع تثبيتها والاحتفاظ بها، كانوا يترددوا على المرأة تكرارا مرارا. أما الآن فالكاميرا باليد ولا تكلف شيء إلا صورة وراء الأخرى وراء الأخرى وهكذا. وبعض من نراهم يأتوا يريدوا مني أن أرى كل هذه الصور، وقد تجمع لديها آلاف الصور، لأن أطباء التجميل رفضوا إجراء عملية تجميل، أو أن أطباء التجميل في كثير من الأحيان يطلبوا تقرير طبي نفسي قبل إجراء العملية، خصوصا عندما يكون هناك مبالغة وتضخيم في الطلب. أي تأتي البنت تقول أن أنت يحتاج للتجميل وأنه هي بشعة وأن حياتها مدمرة ويعني لا مستقبل لها إلا إذا عملت هذه العملية. وحقيقة الأمر طبيب التجميل ما يقوم بعمل القياسات اللازمة يجد أنه يعني التجميل قد يكون شيء بسيط جدا وقد لا يبدو هذا التأثير، وأنها ستحبط عندما لا تجد الأثر التي تتوقع. وفي دول تساعد، يعني حضرتك مفروض بهذا الإطار بموضوع الإحباط هذا الناتج بهذه الحالات. طبعا الولايات المتحدة تحديدا لا يقوم أطباء التجميل بعمل أي إجراء أي عملية تجميلية في الوجه من هذا النوع إلا بتقرير بعد تقرير من طبيبين نفسيين. أها. شكرا، انتهى وقتنا، اعذرني. شكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة دكتور وليد سرحان، أخصائي بالطب النفسي، كنت معي من عمان.